طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. اليوم 30 أكتوبر 2024، منبر جدة مات عمليا، مات سريريا، انتهى. ما يعني ما في حاجة اسمها منبر جدة. إذا هو المسهل اللي هو الأمريكان حصروا عبد الرحيم والجوني، وهم يعلموا علم اليقين إنه حميتي مات. يعني هنتكاسل في آخر تسجيل له اللي بيقول لهم ما تصوروا، واللي بيقول لهم المدنيين، واللي بيقول لهم الكلام ده، وهم بيتعمدوا يصوروا، بيتعمدوا ينتهكوا، بيزيدوا في الكلام ده، بيوثقوا انفسهم ليه؟ لانه عارفين ان حميتي مات، على يقين ان حميتي مات. اي دعامة عارفين ان حميتي مات، وهم بخافوا الا من حميتي، لكن بيستمروا يقولوا بالكلام ده عشان القروش ده مش والصارف هي مش، لكن عارفين انه ما في زول بيسالون، ولا بخافوا من عبد الرحيم، ولا بخافوا من غيره اطلاقا. وانا استغرب والله زول يعني اللي هو زي اللي هو عصام فضيل، يعني سليل الأسرة المعروفة وتاريخه العسكري المعروف، وزول ده قوات مسلحة، انت ماسك اللجنة بتاعة حماية المدنيين ومحاكمة المجرمين وشايف الكلام ده كله وساكت، وليه هسه قاعد في الدعم السريع؟ يعني عشان شنو يعني؟ يعني ما انصف ولا مواطن ولا حاكم ولا زول بعد كل هذه الجرائم ولسه قاعد في الدعم السريع. طيب فضل منو من قيادات الدعم السريع عشان يفاوض الجيش؟ واستشهد هنا بكلام قاله سيد مبارك الفاضل، وكان واقف وقفه وطنيه جدا في بدايه الحرب مع الجيش، وورى انه الدعم السريع يفاوض وكده، وهو رفض. فجاه بعد ما جات سيره جنيف بدا يتغير يعني، ويتكلم عن مفاوضات وكده. انا ما اعرف ليه يعني، زول سياسي محنك يعني من السياسيين القلائل المخضربين الان في السودان يعني. أنا ما عارف ليه يعني، طلع تويتة كبيرة وفي النهاية تحمل تناقضة داخلة، بيقول الناس ما في طريق يعني، دغدغ مشاعر الناس وحاول يواسيهم كده، لأنه طبعا مش رأي الجزيرة والجزيرة وسنار وحتات قواعد كبيرة لحزب الأمة يعني. وفي النهاية في النقطة اللي قالها إنه الدعم السريع أصبح عصابات وكده. طيب أنت بتناقض نفسك، أنا أفاوض منه؟ أفاوض منه هل المسهل بتاع جدة ده هيجيب الجوني ولا عبد الرحيم عشان يستمر في التفاوض يعني وهو حاضر، ولا هيجيب من يعني؟ منو اصبحت يعني في الدعم السريع؟ انت اعترفت انه اصبح عصابات وميليشيا، افاوض منو؟ الجيش يفاوض جلحة مثلا ولا قجه ولا منو بعد اللي بيعملوا فيه ده كله؟ انت تقول اصبح عصابات وتقول تعني تفاوض؟ ما في تفاوض. واي زول يعلم علم اليقين، الجزيره ما فيها شيء بيتدسها وكل شيء معروف، والناس اللي اشتغلوا مع الدعم السريع من قحط هم حزب الامه، حزب الأمة والشيوعيين والباحثين، وأي زول عارف الكلام ده. المؤتمر السوداني يمكن ما عنده أي وجود يذكر كده في الجزيرة يعني، لكن الشيوعيين في الحصحيصة وغرى الهلاوين وكده، والباحثين برضو ناس ما بيشبهوا أي شيء في الرجال، ناس النور حمد والقراي وغيرهم، وأعضاء الحزب الشيوعي معروف يا شيخ، الحزب الشيوعي كان موجود وين؟ بالإضافة لقواعد حزب الأمة أولاد هبان الاثنين، انتصر أظن اسمه منو؟ والبتاع الإدارة المدنية بتاعكم ده حزب أمة، ومالك أبروف. مالك أبروف هو اللي انشق على بيت نظارة وارث الناظر يوسف أبروف، جد ورا جد 36 جد 500 سنة، وكان ناظر كم 30 سنة، فجأة سنة 2019 بقى ما ناظر، ورغم عن ذلك ابن عمه ده ما عمل أي حاجة، مش القاضي والمحكمة، والمحكمة حكمت ليه، وهو سبب استقطاب البيشي، ومعروف إنه كان حزب الأمة هو اللي جاء في الموضوع ده وكده، واستقطبه واشتغل مع الدعم السريع وجاء البيشي، وهو يحمل وزر أي إنسان مات في ولاية سنار وولاية النيل الأزرق من الرفاعين وغير الرفاعين، لأنه أنت بتدعي شرف، أنت جدك النبي، وتجيب ناس يقتلوا ويسلبوا، وأنت ذاتك تشارك في الموضوع ده بقواتك، وتدخل الناس على مناة عمك والنهب وصح، ده شرف شنو ده؟ ما انت كده بقيت زي ابو لهب. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قاتل عمه العباس حمزه في احد في بدر، وحمزه قاتل اخوه العباس يعني. فما انت الوزر ده كله فيه، وهسه ورطت الاولاد ده ساي وحملتهم وزر الكلام ده في حاجه تبين من وقت كبير جدا انها ما نفع. ما انت بتخليك زي السيد عبد الرحمن، وخليك زي عبد الرحمن الصادق المهدي،
وخليك زي الكواهلة ديل، يعني ناس عوض جيد الهسة مستنفرين ديل، ما هم ذاتهم الكواهلة اللي استقبلوا حميتي في جبل موية وطبحوا له وكذا. لكن فلما تبين لهم أنه عدو لله تبرعوا منه، زي سيدنا إبراهيم. أنتوا ليه هسة؟ ليه هسة دايرين تمشوا في مع الناس ديل؟ يا أخي ما معقول يا أخي، ما يعني أليس فيكم منكم رجل رشيد؟ ف يعني حزب الأمة ولا كان الحزب الشيوعي والبحثي أصلا ما عندهم قواعد كده تذكر يعني، لكن حزب الأمة السيد مبارك الجزيرة ما فضل فيها شيء، نازل فقدوا أي شيء بسبب الدعم السريع، عصابات القتها دي، وكذلك في سنجة وفي سنار وفي الدار والمزنون في جميعه وفي الخرطوم وفي غيره، في حال واحد إنه حزب الأمة يستنفر قواعده لقتال الدعم السريع لقتال هذه العصابات، ولا ثاني اقنعه من حاجه يسمى حزب امه في الجزيره ولا في وسط السودان عموما، اقنعه منها هذه. فما في حاجه يسمى جده وما جده، جده ماتت ماتت لانه ما في زول يفاوضه، يعني ما في زول يفاوضه. حميتي مين؟ عبد الرحيم دغل والقوني محظورين، القيادات منه حصان فضل ما قادر يعمل ولا ما يقدر يرفع وشه قدام اي سوداني اطلاقا، ما قادر يحاكم اي زول من الجرائم اللي بيعملها دي، هو مسؤول. منو قيادات تاني يفاوضوا؟ منو يمشي يقعد في جده؟ منو جرحه ولا بوجه ولا منيح؟ فجده انتهت والفراش اترفع، الحاجه دي ما فيها اي شيء غير انه الناس يقاتلوا الناس دي وينتهوا منها ويدمرون، بس ما في تدمير كامل سحق كامل لباقي العصابات دي، ودي مسألة وقت. والبصير بيشوف بعين البصير يعرف الموضوع ده لنهايات مهما طال، والغشيم اللي بيفتكر انه الناس ممكن يحققوا حاجة عشان الناس يقعدوا معاهم ولا يفاوضون، وده عن جد. السلام عليكم ورحمة الله.